عايز برجع لك في دقيقه واحده بس. لعيبه بقى بيشاركوا ظاهرين بشكل جيد، ورغم كده ما انضموش للمنتخب. يمكن انا شايف ان هم كانوا افضل من بعض عناصر دخلت المنتخب. سريعا، عصام الحضري المريخ السوداني بيشارك كل لا بس اسبوع مع عصام المباراه. يعني مشكلته هنتكلم فيها لينا يعني، المشكله، بس دي مشكلة. انا بتكلم بقولك فنيا بالارقام، يعني اللعيبه دي تمام جاهزه ورجلها في الملعب. هرجع لك. عبد الواحد السيد لعب 6 ماتشات مع الزمالك في دوري ابطال افريقيا اساسي. احمد حسن مع الزمالك بيشارك برضه وعنصر خبره كبيره جدا. احمد عبد الظاهر مع الاهلي راس حربه الاهلي بيشارك بصفه اساسيه وسجل هدف في الزمالك، ورغم كده ما دخلش منتخب. احمد سمير فرج ليرس البلجيكي لعب 9 ماتشات اساسي. انا سالت انا علي غزال مع ناسيونال ماديرا بيلعب اساسي في الدوري البرتغالي الممتاز. دودو الجباس انتقل لسويندون تاون الانجليزي بيشارك مع الفريق. شريف اشرف مع بلبنيل سويسري سجل 4 اهداف في 6 مباريات، معدل تهديفي رائع جدا برضه تم تجاهله. تمام. واخيرا عبد الله ياسين ده لاعب مصري شاب انتقل لبولونيا الايطالي من باريس سان جيرمان بس ودخل ما معاهم، لعبش قعد على لسه ما دكه لعبش البدلاء، قعد احتياطي ولعب مع فريق الشباب 21 سنه، الشباب. لعب اكتر من تمام مباراه. طيب.